يلا دخلوا الفلوس وتعمر الصندوق. انا مشيت تقول كي خلصوا قال لي حشومه عليهم هادشي اللي كيديروا لك 30000 ريال غير سكانير 18000 ريال غير التلفازه حتى حالي ما عادش حقجوا لي ديال الفلوس مشيو نطبع ولا نطبع ولا نطبع قلت لهم ما بقاش عندي الفلوس عيطت لخويا جاني من تمارا تيجري باش جاب لي الفلوس قال لك السيد عند الحارس العام طلبيه ما عطوش ما عندي ما ندير لك هما باغيين يدخلوا الفلوس عند عباد الله مساكن ويعمروا لك تلقاشي ما كيعمروا لك مزيان شي حشومه هادي دونك غالبيتكم الا ما طبعش ليهم ما يدوش غدا في السويس دابا انا عندي شي حاجه ما نقولهم انا عندي مع العشاء مع دابا عندي نهار غدا واخا يبان لك باش ما نشدوش دابا السكيورتي والله لا تاخرك بحال هكا تيجي تعفي بحال هكا وفين غاتجلس بعدا فين غاتجلس ما كاينش اللي غاتجلس تلقى السلوك حتى مريض يخرجك برا ما كاينش كاينين دابا معاكم هنا اللي يمكن كاع راه عنده تحليله ديال كوفيد وشكون عالم شكون اللي عند براسو واش عنده كوفيد ولا ما عندوش؟ حاسين بحال انا عندي مع 8 الصباح قالت لي الطبيبه تجي بلا فطور في السويسي. جيت اليوم باش نطبع وغدا ان شاء الله نمشي مع 8 ندير التحاليل ديالي. قال لك لا سيري حتى الغدا. قلت لي غدا نجي مع الصباح من هنا ولا نمشي للسويس. قال لك دبري راسك. حنا المهم راه حنا ساد ديال السبيطار. بغيناكم تهضروا معنا تعاونونا باش نتحولوا لسبيطار لاخر. ولكن نورمالمون كان على المستعجلات واش ما تعليتو فينا هنا عاد نمشيو معكم للسبيطار الاخر راه خاصكم تخدموا مع المواطن هنا لا خدمتوا معاه هنا راه يتبعكم حتى لهيه لا درتوا المعامله زينه هنا راه المعامله ماشي حتى لهيه وما كاينش المعامله هنا شكون غادي يتبعوا ليه اللي جا كيجريو عليه واخا شكون اللي باقي باغي يهضر باش نحاولوا اننا ودير المتابعين كنتواجدوا الان امام المستشفى الاقليمي سيدي الحسن علمونا عام اللي بغا يديروا اضراب يعلمونا في التلفزيون يقولوا ودي راه السبيطار ديال تمارا سيدي الحسن راه ما خداش راه كاين الاضراب الناس ماشي تقضي شغلات اخرين ماشي جايين معولين جايين بمركوب جايين مخلين خدمتنا جايين باش ناخذوا صنا بجدود وماشي حق هذا قولوا انا من جهه والمرض العادي من جهه والخوف من جهه وسدوا السبيطار وهذا ماشي حق كاين دابا هنا اللي جاي من بلاصه بعيده باش انا بلاصه بعيده خلينا 500 ريال باش نمشيو نجيو وليدي 300 للداكسي و 300 جبنا و 300 دينا باش نجيو نشدو داك نطبعو عندهم الا ما طبعناش عندهم ما يدوش لينا السويسي وما يدوش لينا ثاني السبيطار ديال العمارات لا ما طبعتي هنا هذا قال لك كيقول لك طبعي هنا عاد جي عندنا دوزي السبيطار نص الحد درت خريرة حتى هو يا لا سعاد ها ويلي مخير هذاك الرجل اللي هو خلاص يجيو باش عطيونا الرانديفو مصيبة حتى هو لقتنا فيه واحد الحالة انا بدا صحيحة كنمشي مريضة كنت قاتل والله العظيم انا كنت قاتل كل واحد ولا كيجي السبيطار باش يداه واش تعاوني كيوصل للسبيطار شي هنايا السبيطار شي هنايا السبيطار هذوك الرجال راه ما دورناش على هذوك الرجال دابا غادي معاه الاستجواب الدراري راه خدامين راه كلشي تيهضر باينه اش بان لك في هادشي جان جاي؟ ماشي على العيالات اللي هضروا الرجاله هضروا الرجاله هضروا الرجاله الناس هادو راه قهرونا انت اخويا راديو في شي حليله وشي حاجه ما كاين عندك الفلوس عندك بوس ما عندك الصوت سيدي الحسن خوزتك شو قال لك لا بغيتي تدخل على الطبيب نسيبي عمر لي جيبي ما عندكش اخوي هادشي اللي كنعرف انا وحسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل اذا المتابعين قناه شوف تي في كتواجدوا الان مباشره من امام المستشفى الاقليمي سيدي الحسن فالامر باين وواضح وضوح الشمس المعاناه كتستمر ديال السكينه في ظل عدم فتح المستشفى الاقليمي الجديد لعائشه على امل اللقاء بكم في قادم الاحداث نستودعكم الله الذي لا شضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.